إطار دعم الحكامة الجيدة للجماعات الترابية وتعزيز الشفافية، المديرية العامة للجماعات الترابية كتقوم بإطلاق النسخة الجديدة للبوابة الوطنية للجماعات الترابية على الرابط التالي www.collectivité-territoriale.gov.ma. هذه البوابة المصممة بطريقة عصرية كتمكن الجماعات الترابية وكذا الإدارة الترابية ومجموع المواطنات والمواطنين من الولوج بسهولة للمعلومات المتعلقة بتدبير الشأن العام المحلي، كما أنها كتحرص بشكل كبير على تقريب المواطن من دور الجماعات الترابية في تقديم الخدمات العمومية والتنمية المحلية. كتضم هذه المنصة الجديدة عدد كبير من البيانات والوثائق المتعلقة بالجماعات الترابية واللي متاحة على الموقع بجوج لغات، العربية والفرنسية، عبر نوافذ ذات طبيعة إخبارية وأخرى توضيحية بحال الفضاء القانوني للجماعات الترابية، تبسيط المصادر والإجراءات الإدارية، نظام جبايات الجماعات الترابية، فضاء الإعلام، وأيضا الإصدارات اللي كتحتوي على دلائل وتقارير وغيرها. والمزيد يمكن لكم تزوروا البوابة الوطنية للجماعات الترابية www.collectivité-territoriale.gov.ma. الجماعات الترابية خدمات وتنمية تشاركية.